وجه يرتبط بتلك التوقعات التي يقول بها المسؤولون الأمنيون والسياسيون لممكن أحداث عنف هي لن تقتصر بكل تأكيد على العاصمة واشنطن وإنما على بقية البلاد. بالنسبة لمسؤولي العاصمة واشنطن، هناك سابقة تاريخية في المكان الذي أقف فيه الآن، وتحديدا هنا داخل مجمع الكابيتول، مبنى الكونغرس. يقول المسؤولون الأمنيون أنهم سوف يتصرفوا بصرامة أكثر وبجدية أكبر حتى لا يتكرر ذلك السيناريو الذي كان قد حدث قبل 4 سنوات، وواحدة من نتائج التحقيق التي انتهت إليها المصالح الأمنية في تلك الأحداث هو ذلك التنسيق الذي لم يكن كافيا بقدر سمح لسواء شرطة أمن مبنى الكابيتول أو سلطات العاصمة واشنطن. أنت تعرف أن واشنطن تخضع لنظام إدارة يختلف عن بقية ولايات البلاد، أولا لأنها ليست ولاية، وبالتالي هي تدار من قبل عمدة المدينة، وعمدة المدينة مسؤولة في جزء عن المدينة، ولكن في مقابل ذلك الجزء الآخر يرتبط بمسؤولية الحكومة الفيدرالية وتحديدا البيت الأبيض. لذلك يقول مسؤولو المدينة هذه المرة أنهم يحاولون اتخاذ الاحتياطات اللازمة منعا لحدوث أي احتمال قد يسمح بتكرر ذلك السيناريو الأليم الذي كان قد حدث قبل 4 سنوات. لذلك مثلا في واحدة من الإجراءات المبكرة الآن هو إقامة سياج حديدي في محيط البيت الأبيض في جانب، وهناك أيضا بعض الاحتياطات على مستوى مبنى الكابيتول. وتقول سلطات المدينة أنها سوف تسمح باحترام حق الأمريكيين في التظاهر بسلمية، ولكن في مقابل ذلك أيضا كما تقول إدارة الرئيس بايدن أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال العنف في شوارع أو في مباني. بكل الأحوال فإن التحشيد الأمني الذي بدأ واضحا يعني في واشنطن تحديدا يشي فعلا بأن هناك ربما إشكالية مرتقبة. لكن نتحدث عن تحرك استطلاعات الرأي، وكأن هناك مؤشرات على تقدم كامالا هاريس في ولاية نيفادا أثناء التصويت المبكر طبعا. هل هذا يعني بأن هاريس تقدمت خطوة إلى البيت الأبيض؟ ليس بعد زايد، نحن نتحدث عن مسألة ترتبط باستطلاعات الرأي، نحن نتحدث أيضا عن نتائج جزئية محدودة تتعلق بالتصويت المبكر، نتحدث أيضا عن استطلاعات ما بعد التصويت بالنسبة للناخبين الأمريكيين، ولكن نحن لا نتحدث حتى هذه اللحظة عن اليوم الكبير الذي سوف يكون بعد أقل من 100 ساعة من الآن. لذلك ما يقول به مسؤولو الحملتين، سواء مسؤول حملة رايس أو ترامب، أن هاريس عفوا أو ترامب، أن ما يحدث الآن هو مؤشرات يمكن البناء عليها. لكن دعني أشير إلى نقطة مركزية زايد، وهي تتعلق بتلك التخمينات والحسابات الداخلية الموجودة الآن. هناك سيناريو يراهن عليه الديمقراطيون ويقولون أن الفوز بالولايات الثلاثة في ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، ولذلك أنت ترى هذا الزخم وهذا الدفع بكل القوة الممكنة لدى الحزب الديمقراطي، سواء عن طريق ضخ المزيد من الإعلانات في شبكات التلفزيون المحلية بالدفع بنجوم الحزب الديمقراطي السابقين من رؤساء سابقين كلينتون، أوباما، ميشيل أوباما، كل هؤلاء الآن إلى معركة الجدار الأزرق، لأن هناك استراتيجية يتبعها الحزب الديمقراطي والتي تقول أن الفوز بالولايات الثلاثة في الغرب الأوسط الأمريكي سوف يكون هو المفتاح إلى البيت الأبيض. لكن هل الديمقراطيون في مقابل هذا يؤمنون أن هذا المفتاح الوحيد؟ كلا، هناك حساب آخر في الاتجاه الآخر، وهو أيضا الدفع بمزيد من الطاقة في ولايات تعرف بحزام الشمس كما قلنا في وقت سابق. ولذلك نرى اليوم هاريس مثلا سوف تتحرك باتجاه نيفادا، وعندما نتحدث نيفادا زيد نحن نتحدث عن تلك المعركة الشرسة والحاسمة التي تحدث من حول أصوات الأقلية الأمريكية اللاتينية، وهي أقلية حاسمة باعتبار أنها سابقا كانت تصوت للديمقراطيين، باعتبار أن الديمقراطيين أكثر تعاطفا بأن مع الأقليات في قضية كما الهجرة، تفضلت ولكن غير هناك حاسمة. أكثر من متغير، نعم، ولكن